قدمت السنة اللي طافت وطبعا ما استسلمت الوضع انه يعني انه خلاص يعني ما قدم الموسم الجاي، مستعد اسوي اي شيء يعني بالنسبه اني انا ادخل البرنامج هذا واوصل للفاينل ان شاء الله. اختراع لسمك اللي هو جدار الهدف عن طريق اللي هو الكوره حطينا فيها بالباركود والار اف اي دي تاك، التو بوست هاي اللي بيكونوا موجودين راح ينحطون في البوست الاصلي اللي هو في المرمى، فاول ما تدخل الكوره تعبر للخط بكامل محيطها، يجي دور هنا اللي هو الخطوه الثانيه اللي هي الكاميرات عاليه السرعه. طريقه التقاط الكره انه فاتت بالهدف، هل هي ابتكار لك ولا انت راح تشتريها؟ لا اشتريها. انت مانك مساهم بشيء هون جديد؟ انا الطريقه كامله، انا اتكلم تتكلم عن الاداره بالحاله. اي الطريقه كامله، يعني جهازي كمل جهاز معين نطلع بنتيجه معينه. اول ما تجي الكره في منطقه 18 يشتغل النظام. نعم. بعدها ايش النظام هذا يشغل اللي بعده. اليوم موجود هذا النظام ولا لا؟ اللي هو هل موجود اليوم التشغيل هذا؟ اي لا. وهذا الريدر فيه قرا الطابي بهالسرعه؟ في قرا في بيجاتي على قماش من برا تبع الطابي ولا بقلبه؟ وين الكره؟ فيها 32 طبقه مضغوطه بالهواء. نعم. الكره فالطبقه ال 31 او ال 30 تحط فيها احد المواد هذه. نعم. الكره فيها 6 نقاط، انت تشوفها من كل 6 نقاط، يعني لو دخلت الكره من هنا. هل حدا اليوم حاطط باركود بست نقاط على كره تحدد محله؟ لا انا يعني انت شايف 6 نقاط خاص بتغطي الكره ككل. انا شايف الست نقاط هذه. طيب. حيث انه لو انا حطيت الكره قدامك الحين انت ما راح تشوف الا نقطه واحده اللي هنا، ما راح تشوف هذه ولا راح تشوف اللي تحت ولا هذه ولا هذه ولا اللي ورا. عندك خبره بتلعب كره قدم؟ انا حارس كنت. حارس كنت. طبعا هذه خبره كثير مهمه. طبعا انا كنت حارس وحكم في الاتحاد القطري لكره القدم. حكم كمان؟ اي نعم. نحن نتعلم منك هلا القصه يعني، نحن حكم. والله انا اتعلم منكم، انتم اساتذه كبار. طيب ليك هلا انت صار لك عم تفكر فيها كثير، بس بما انك لعيب وكنت حارس مرمى وحكم، انا بقول انه نعطيك فرصة للمرحلة الثانية. مني صوتي نعم، لأنه كرة قدم وفي حماس لكرة القدم وهذه مشكلة لازم تنحل. أنا كمان تصويتي نعم. إن شاء الله نشوف اختراعك في 2022 في قطر. مبروك. الله يبارك.